رجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة، يا رب تستمتعوا. قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا نهال وعمري 20 سنة، حياتي هادئة وجميلة ومستقرة وما في أي شيء ناقصني. أبوي الله يرحمه رجال كبير بالسن، أهم شيء عنده إنه يستر على بناته ويزوجهم ويطمن عليهم قبل لا يموت. وهو من النوع اللي البنت عنده ما لها رأي، يعني يحدد يوم للملكة ويتوكل على الله. وجاء ولد عمي وكان عمره 48، رجال متزوج وعنده عيال وبنات بالجامعة، والمشكلة إن عياله في نفس عمري. خطبني وأبوي على طول وافق رغم إنه فرق العمر بيننا كان جدا كبير. المهم إنه أبوي أعطاهم كلمة. أنا وقتها كنت أبكي وأقول لهم طيب مين اللي راح يتزوجني، لدرجة أني ما كنت أعرف مين، حتى مين اللي خطبني ما كنت عارفة. بعدين مع الوقت اكتشفت أنه ولد عمي. حاولت بكل الطرق والمحاولات أني أرفض وأقول لأبوي أني ما أبي. طبعا وصل الخبر لولد عمي والناس بدأت تتكلم. كانوا يقولون لولد عمي أنت ما عندك كرامة، كيف راح تأخذ واحدة ما تبيك ولا هي موافقة عليك. طبعا هو من بعد هالكلام عاند أنه يأخذني أكثر، وطبعا أبوي كلمته ما تتكرر ولا يغيرها. وبعد 6 شهور تم الزواج، وقلت عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولد عمي ده طبعا كان حاقد علي وكارهني، وكل هذا من كلام الناس. كان يعاملني أسوأ معاملة، كان يمد يده علي وأنواع الضرب والإهانات. طبعا ما أقدر إني أشتكي لأبوي لأنه عارف من البداية إني ما كنت موافقة عليه، وحتى لو اشتكيت لأبوي ما أتوقع إنه رح يوقف معاي. صبرت وتحملت، وبعد 4 شهور ربي رزقني بالحمل وأنا بالشهر الثاني. ما قدرت أبدا إني أتحمل وقلت راح أشتكي لأبوي، حتى إني وريت العلامات اللي كانت بجسمي. وقف معاي أبوي وقال لي ما عاد لك رجع له. أنا وقتها اضطرت من الفرحة وقلت أخيرا راح أفتك من العذاب اللي أنا فيه. قعدت في بيت أهلي، وبعد 2 شهر وأنا حامل بالشهر الرابع، ومع التفكير والهموم وقلة الأكل تعبت ودخلت المستشفى. وقتها مات الطفل اللي في بطني، وأبوي قال خير عشان لا يربطك أي شيء فيه. أبوي وقتها هو اللي يمشي في إجراءات الدفن، وأخذ الطفل ودفنه. ووصل الخبر لولد عمي، وبعد ما طلعت من المستشفى على طول استلمنا شكاوي. قال أنتوا اللي قتلتوا ولدي وأنا ما راح أسكت عن هالشيء. وقتها المستشفى عطوه تقرير طبي أن الوضع كان طبيعي وما في أي شيء. وبعدها بدأ يرسل تهديدات على جوال أبوي وقال راح أحولكم للتحقيق، واللي ينكر فيكم راح أحوله للمحكمة لحلف اليمين. ومرت 1 سنة كاملة وأنا معلقة، لا هو راضي انه يطلق ولا ابوي يبي يلجأ للمحاكم. وقعدت على اعصابي خوفي من انهم يرجعوني، وبالفعل ابوي رجعني له. وقتها هو حلف على كتاب الله انه راح يحسن معاملتي وما عاد يكرر تصرفاته ابدا. ورجعت له واخذني وقتها لمدينة ثانية جهة عمله، وحبسني بالملحق اللي كان بعمارته اللي قعدت فيها 18 يوم وانا اتعذب، وما كان عندي اي وسيلة حتى اني اتواصل مع اهلي واكلمهم، وحتى الشارع ما كنت اشوفه. كان يخلي جواله بالسيارة عشان ما أخذ جواله وهو نايم. بس مرة طلع الجوال معاه وكان نايم، سرقت الجوال وعلى طول دقيت على أبوي قلت له الله يخليك الحقني، هو قاعد يعذبني وأنا رح أموت. وقلت له تعال بسرعة قبل لا يذبحني، لأنه قاعد يهددني أنه رح يحرقني بموية نار وما رح يخليكم تأخذوني. وبالفعل على طول جاء أبوي وبالموت إلين انعرف مكاني، ودخل وكسر الباب ورجعت لبيت أهلي. دخلت المستشفى وما بين تقارير طبية وكانت بدون شكوى، يعني بمثابة التهديد عشان يخاف ويطلقني. وفي كم من رجال أبوي تعرف عليهم بالمستشفى، وقتها شاروا عليه واقنعوه إنه يقدم شكوى وإنه من حقه هالشي. أبوي اقتنع ورفعنا شكوى وتحولت للمحكمة. طبعا أبوي مثل ما قلت لكم رجال كبير بالسن وما في شدة على السفر أبدا، لأن القضية وقتها تحولت على المدينة اللي هو يشتغل فيها، ومر عليها 1 سنة كاملة. بعد أخوي كلم أبوي وأقنعه إنه نرفع دعوة الطلاق، ورفعنا الدعوة. كانت الدعوة بالمدينة اللي احنا فيها. أبوي الله يرحمه وقتها وكل محامي، وقعدت بالمحكمة لمدة 4 سنوات ما بين دعوة جنائية ودعوة الطلاق. طبعا الأولى اكتفوا بالتعهد وضاع حقي منها، ومن بعدها صار كل همي هو الطلاق. بالوقت هذا أبوي الله يرحمه توفى، كان كل همه قبل لا يموت إني يفكني منه. وبعد وفاة أبوي صرت أنا اللي أروح للمحكمة مع أخوي، وتحولت من قضية طلاق لقضية خلع، وقبلت إني أخلع بمبلغ 40,000 ريال، وللأسف هالمبلغ ما كان عندي طبعا. وبعد 4 شهور اشتكاني وكان يطالب بالمبلغ. راح المحامي وقتها وطلب إحالتها لأهل الخير، ومن بعد هالشي نسيت الموضوع تماما.
واتفاجأ قبل يومين وأنا مسافرة مع أخوي لخارج المملكة وأنا بالمطار عند بصمة الجوازات إنه علي تعميم أمر قبض للجهات المعنية. بعد ما تحولنا لشرطة المطار اكتشفت الموضوع وبدأت أبكي وكنت منهارة وانحركت على الموقف والإهانة اللي كنت فيها. صار لازم أروح بسيارة الشرطة، أخوي وقتها كان يهديني ويقول ما في شيء وراح ينحل الموضوع بكفالة الين نقدر ندبر المبلغ، ولا تخافي واحنا ما راح نتخلى عنك ومن هالكلام. رحت وقتها للحقوق وكان يوم خميس، وللأسف انه على حظي ما كان في دوامات، ويوم وصلت كان في ضابط مناوب وقال معاكم ساعة الين ما يتسدد المبلغ او راح تتحول للسجن، ويوم الاحد راح تعرض على الشيخ لانه صادر بحقها حكم قضائي. قعدت انتظر من العصر الين المغرب وما كنا نبي احد يدري عشان الفضايح. مرت علي اسوأ ساعات في حياتي، وقتها تدبر نص المبلغ وكنت أشوف القهر والغبن بعيون إخواني. كان وقتها يترجون بالضابط إنه يطلعني بكفالة وهم ينحطون بدالي، يعني كانوا يحاولوا إنهم يطلعوني بكل الطرق. طبعا ما وافق رغم إنه كان متعاطف معاي، لكن ما ينفع أبدا، قال أنا جهة تنفيذية ولو ما دفعت البنت وطلعتها أنا اللي راح أتورط. وقتها كان الضابط يحاول إنه يساعدني ويكلم اللي يعرفهم ممكن أحد من معارفه يساعد بالمبلغ لأن المبلغ كان جدا كبير علينا، وقال بعد العشاء راح اتحول للسجن. وانا كنت ابكي وادعي عليه وما بيدي اي حيلة، لكن فرج الله سبحانه وتعالى جاء وسخر لي فاعلين الخير اللي كمل المبلغ وطلعوني، وحسبي الله ونعم الوكيل فيه، وعسى الله يبتلي بصحته وماله واغلى ما يملك، وادري عند الله انه حقي ما راح يضيع، والكل اللي ساعدني ووقف معاي من بداية مشكلتي ربي يفرجها عليهم من واسع ابوابه ويحقق لهم كل امانيهم ويسعدهم بالدنيا والاخرة يا رب العالمين. بس والله انتهت قصتنا لليوم، اتمنى تكونوا استفدتوا حاجة.